نواصل أيضا تباشير نوفمبر المجيد. مشاهدينا، التنمية الشاملة حركتها في مختلف قطاعات العمل الوطني. يتحدث في هذه المحطة عن صانع هذه التنمية، عن الإنسان العماني ذو الشخصية الباسقة والإرادة الشامخة، من خلال محطات مهمة في تاريخ عمان ومستقبل عمان في رؤية عمان 2040 من خلال محور الإنسان والمجتمع. تفاصيل مختلفة برفقة ضيفي الكريم. أرحب باسمكم مشاهدينا بخبير موارد البشرية وهو عضو لجنة تنظيم سوق العمل بالغرفة، الدكتور مهند بن داود العصفور. مساكم الله بالخير دكتور، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة العيد الوطني 50. مساكم الله بالخير وشكرا جزيلا للاستضافة، وكل عام وأنتم ومشاهدينا بخير في هذه الأجواء الاحتفالية اللي نعيشها. أنا سأبدأ هذا الحديث عن 50 عام مرت من بناء الإنسان العماني، بناء قدرات الإنسان، أفكار الإنسان العماني على مدى السنين الماضية، حتى أصبح اليوم منارة تتوهج بالإنجازات في مختلف القطاعات. نعم أحسنتي، شكرا جزيلا. أعتقد محور الإنسان واللي أفردت له حقيقة الرؤية يعني عمود خاص من الأعمدة الأربعة اللي كلنا نعلمها جميعا. الإنسان بلا شك هو الأساس في نهضة الأمم والشعوب والحضارات كلها، قامت بلا شك على العنصر البشري، وهو العنصر الأهم في كل النهضات والحضارات اللي قامت. أعتقد يعني يجوز لنا أن نفخر بالسلطنة بحجم الإنجاز الكبير الذي تحقق، وأيضا نتفائل كثيرا بما هو قادم، خصوصا فيما يتعلق بالاهتمام بالعنصر البشري. وبفضل الله وصلنا إلى مراتب كبيرة نفتخر فيها على مستوى العالم، ليس فقط على مستوى المنطقة. ويعني مثل ما أشرت، الرؤية رؤية عمان 2040 أفردت مساحة واسعة من خلال محور الإنسان والمجتمع للإنسان والاهتمام فيه وتطويره، وما هي الرؤية خلال 20 سنة القادمة التي يعني نتمنى أن نصل لها بإذن الله تعالى. نعم، يعني دكتور نحن سنتحدث إن شاء الله بصورة موسعة عن الرؤية ومحاورها المختلفة، لكن أعود إلى خطابات جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. كان هناك تأكيد أيضا كبير وراسخ من خلال خطاباته في أن الإنسان العماني هو محرك هذه التنمية. نعم حقيقة، يعني إن سمحتي لي في الخطاب تحديدا اللي توسع كثيرا في هذه الجزئية، خطاب اللي ألقاه صاحب جلالة حفظه الله سلطان هيثم في 23 فبراير المنصرم، تكلم عن 5 محاور، ولعلي هنا يعني محور اللي يتعلق بالإنسان وأشار لأنه هو ثروة المستقبل وسنة التنمية، وركز على عدة عناصر منها. ركز على عنصر الشباب، وركز على الطاقات البشرية، وركز على تنميتها، وركز على المرأة أيضا ومساهماتها. فتطرق حقيقة لمحور الإنسان من عدة جوانب، بالإضافة طبعا للمحاور الأخرى. والخطاب الأخير أيضا كان في إشارة مهمة جدا، أن عملية صاحب جلالة عندما أشار إلى متابعة الشخصية نعم لتنفيذ رؤية عمان، اللي هو بلا شك كلنا نعلم هو من أشرف على إعدادها، والآن بلا شك جل الاهتمام يتركز حول تنفيذها، واللي إن شاء الله تعالى بدأت كل التباشير فعليا. ما شاهدناه خلال الفترة الماضية من بعض الخطوات والإجراءات كلها تؤشر لأنه إحنا ماشيين بشكل متسارع وبشكل يعني حثيث حقيقة نحو تطبيق كل ما ورد بالرؤية. نعم. واللي كثير منا يمكن شارك فيه كانت بمشاركة مجتمعية واسعة. صحيح صحيح. يعني رحمه الله جلال السلطان قابوس الله يغفر له، كان حريص أيضا على أنه تكون هذه الرؤية تبنى من عمان ولعمان. نعم. فبالتالي كلنا قد نكون شاركنا فيها. الإنسان هو عنصر أساسي في وضعها رؤية، هي ليست وثيقة، هي ليست مستند، بل هي يعني خارطة الطريق لنا جميعا. نعم. هو صانع التنمية، هو أداتها، هو غايتها، هو هدفها أيضا محركها. اليوم لو نسترجع أيضا بناء الإنسان دكتور على مدى 50 سنة ماضية يختلف عن بناء الإنسان اليوم. أنا أعتقد أنه نحن قطعنا شوط كبير في بناء الإنسان في بيئات العمل في بعض القطاعات. اليوم ما هي المهارات التي يحتاجها الأفراد لمواجهة المستقبل أو للتعايش مع المستقبل؟ نعم أحسنتي، أنا أعتقد اليوم بدأنا نسمع كثيرا ونحن على أعتاب الثورة الصناعية الرابعة، بل فعلا بدأناها ثورة الصناعية الرابعة، نحن نعيش في عصر الثورة الصناعية الرابعة. هناك تساؤلات كثيرة عن الإنسان ودوره في هذه الثورة الصناعية. هل الروبوتات ستغزو العالم؟ هل الإنسان سينحسر؟ هل دورنا إحنا كبشر؟ تساؤلات كثيرة على كل حال. فبلا شك أولا إنسان مثل ما تفضلتي هو العنصر الأساس في كل الثورات وفي ما سيأتي، سيبقى هذه يعني العوامل كلها المحيطة مؤثرة بلا شك، ولكن سيبقى العنصر هو
ركن زاوية وركن أساسي. تبقى أنه كيف لنا أن نستعد لقادم الأيام لهذا الحراك اللي قاعد يصير؟ التقنية اليوم أصبحت جزء من حياتنا. الكثير يتكلم عن مهارات المستقبل أو يتعلم عن وظائف المستقبل. اسمحي لي أنا هنا أركز على مهارات المستقبل، لأن وظائف المستقبل قد كل الدراسات تقول أنه يمكن 70-80% من وظائف اليوم قد لا تكون موجودة خلال 20 سنة القادمة. صحيح. ما الذي سيكون موجود؟ تبقى توقعات لا يوجد لدينا علم اليقين، لأنه متطور بشكل متسارع جدا. لذلك دعونا من الوظائف كمسميات، خلينا نركز على الإنسان كمهارات. متى ما أي يعني أهلناه كمهارة بالتالي سيصبح يتعامل مع أي وظيفة تأتي. الآن ما هي مهارات المستقبل؟ جزء أساس، جزء أساس منها. طبعا هنالك منتدى الأقسام الاقتصاد العالمي في تقرير الأخير حدد مجموعة كبيرة من المهارات، جزء يتعلق بالجانب السوفت سكيلز أو المهارات الحياتية، وجزء يتعلق بالهارد سكيلز أو المهارات التقنية والفنية. ولكن المهارة الأهم في اعتقادي كشخص يعمل في مجال تنمية الموارد البشرية ما نستطيع أن نسميه جاهزية، مستر أو مسز ريدي، جاهزيتنا للتأقلم مع التغيير القادم الذي لا نعرف ما هو. نعم. حيث نكون جاهزين لكي نتعاطى مع أي تغيير قادم متسارع. حجم التغيير أصبح سارع كثير، يعني الدراسات خلال سنتين ثلاثة ما أصبحت كافية لنا أن تعطينا مؤشرات واضحة. نعم. ولكن يعني قابليتنا على التأقلم، قابليتنا على التعاطي مع التغيير، هذا جزء مهم جدا، خاصة فيما يتعلق بالتقنيات بالثورة الصناعية الرابعة دكتور. نعم، التقنيات وما رافقها اللي أثرت بأسلوب حياتنا اليوم جميعا. يعني التقنيات ليس في فترة الفترات كان ينظر لها هي جانب تخصصي منعزل عن حياتنا اليوم، اليوم أصبحت جزء من حياتنا اليوم شئنا أم أبينا. منذ يعني الصغر اليوم نلاحظ الجيل يتعاطى مع التقنية بشكل أساسي كجزء مكون أساسي من حياته، وبالتالي هل لنا أن نقاومها؟ أبدا لا، لابد لنا من التعاطي مع اليوم التقنيات. ولذلك يعني لو لاحظت الرؤية ركزت على هذا الجانب بشكل كبير جدا، إعادة التنظيم الإداري وأخذ التقنية بالاعتبار لتكوين جهاز إداري مرن ورشيق قادر أن يتعاطى مع التغيرات بشكل سريع جدا باستخدام التقنية. خطاب صاحب جلالة الأخير ركز على التقنية واعتبرها فرصة حقيقة. نعم. هذه التحديات اللي مرينا فيها خصوصا جائحة كورونا حقيقة كانت يعني الجزء الإيجابي منها، وإن كان كثير من جوانب سلبية لها، لكن الجزء الإيجابي منها هي دفعتنا دفعا صحيح للدخول في هذا الجانب وتبني مشاريع وأفكار وتقنيات قد كانت تأخذ منها فترة أطول. يعني وشاهدنا دكتور أمثلة كثيرة لشركات عمانية مبادرات استطاعت أن توظف التقنية للتعامل أيضا مع معطيات كوفيد-19. بلا شك، نعم، كان عندنا قصص نجاح ويعني نفخر بها حقيقة، والإبداع يعني بلا شك هو موجود، ولكن إتاحة المساحة له وإعطاء الثقة هو من يخلق يعني قصص نجاح هكذا يعني نفتخر بها. أنا أعتقد اللي صار يدعونا أكثر لأن تبني هكذا طرح، تبني هكذا نهج، في نهاية المطاف يعني لابد لنا من السير في هذا المجال لأنه العالم كله متجه إليه. اسمحي لي أعود أيضا مرة أخرى إلى الرؤية، لأن صحيح دائما نرجع لك وثيقة مرجعية. صحيح. هي من يحدد خارطة الطريق. دكتور، نريد أن نوضح للمشاهد الكريم أيضا رؤية عمان 2040 من خلال محور الإنسان والمجتمع، كيف تركز على بناء الإنسان للمستقبل؟ نعم، طبعا الرؤية حقيقة أفردت محور كبير جدا وجزء مهم جدا، وهذا حقيقة ما أسعدني كوني شخص مهتم في مجال إدارة التغيير. إدارة التغيير لعله من العلوم اللي يعني تعتبر من العلوم الحديثة في علوم الإدارة، لا زالت ولكن أصبحت مهمة جدا. كثير من المؤسسات حتى في بعض الجزئيات كانت تغفل عن الجزء اللي يتعلق بإدارة التغيير. ما نقصد بإدارة التغيير هو باختصار الجانب البشري من التغيير. كثير من المشاريع قد تتعرض لمقاومة أو أحيانا تفشل لأن تواجه مقاومة من المتلقي أو من المستفيد. لماذا؟ لأن كثير منها جهل، عدم وعي، عدم إدراك، ما شايفين الصورة يعني واضحة، لم يتم التواصل فيها. ما أسعدني كثيرا في الرؤية أنه تم اعتبار إدارة التغيير كعلم، طبعا علم له متخصصين وله ناس وله منهجيات العلمية وليس اجتهادات فردية ممارسة متى شئنا، ولكنه منهجيات، وبالتالي يعني هنالك مؤشرات قياس وكثير يعني من الطرق العلمية تم اعتبارها أحد الممكنات الرئيسة للرؤية. بالتالي هذه حقيقة نحن يعني على مرحلة يعني مقدمين. العنصر لما نتكلم عن إدارة التغيير تماما هو في قلب العنصر البشري له، بمعنى نحن الخطوات التي تتم في الرؤية والتي ستأتي إن شاء الله تعالى متلاحقة وإحنا بدأنا نشهد كثير منها، العنصر البشري حاضر وبقوة.
من خلال اطلاع، من خلال الشفافيه المطلقه، ولعل يمكن بدانا يعني نشهد لغه حوار مختلفه لعنه الان، فالانفتاح على يعني على المتلقي، اشراكه في القرار. صاحب جلاله حفظه الله جزئيه اسمحي لي اتوقف عندها كثيرا حقيقه، شدني انه مسؤوليه التغيير مسؤوليتنا جميعا. صحيح. هي ليست مسؤوليه حكومه، ليست مسؤوليه جهه، ليست مسؤوليه فرد بهذه المؤسسه. هذا النوع من الحوار انا اعتقد هو تماما ما انا يعني اعتقد كمختصين في الموارد البشريه انجيجمنت او ارتباط، هذا جزء مهم لانجاح ان شاء الله هذا التوجه وهذا المسار اللي احنا ماشيين. نتحدث هنا عن الشفافيه دكتور، ايضا ارمي الى الخطاب السامي جلاله السلطان في العيد الوطني الخمسين، ذكر بشفافيه واضحه بما يتعلق بالتحديات تمر بها عمان، وهي ليست منأى عن العالم، عن انخفاض اسعار النفط، عن الازمه الماليه بشكل عام، عن ايضا كوفيد 19 وما خلفته من اثار اقتصاديه. كيف تقرا هذه الشفافيه في لغه الحوار مع المواطن؟ أنا أعتقد قراءة يعني من خلال تلمس أيضا يعني مجموعة من الأخوة والزملاء، ومن خلال نبض الشارع يمكن نتابع في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، كان في ارتياح كبير جدا حقيقة لهذه اللغة من الانفتاح، لهذه اللغة من الشفافية، لهذه اللغة من الحوار. هذا دليل حقيقة يعني نضوج، إحنا بدأنا نتعامل مع المجتمع كمجتمع واعي، مجتمع ناضج يدرك حجم التحديات وهو جزء من حلها، وبالتالي أنا أعتقد هذا يتخلينا جميعا أمام مستوى التحدي اللي هو يشهد العالم على كل حال، كنا قد يكون مدركين له، ولكن وضعنا إحنا في خانة أن نكون جزءا من الحل ولا نكون جزءا من المشكلة. نعم. فقط لا نكون متفرجين ومتلقين. ذكرت دكتور إدارة التغيير مسؤولية الجميع بلا استثناء، حكومة وشعبا وكل فرد يعيش على هذه الأرض الطيبة، وذكر أيضا جلالة السلطان في خطابه رؤيتنا، ذكر من خلال رؤيتنا نجاح رؤيتنا مسؤولية الجميع بلا استثناء. نتحدث هنا عن أيضا المسؤولية المجتمعية، هذه الشراكة الحقيقية بين الحكومة والشعب في تحقيق رؤية عمان 2040. نعم، الرؤية هو مشروع تحول على مستوى بلد، يعني بعض المؤسسات قد تكون تشهد تحولات، تشهد عملية نقل وتؤسس له، احنا نتكلم على مستوى بلد، لك أن تتخيلي حجم هذا التحول، وبالتالي يعني الحراك اللي صار الثلاث سنوات الأخيرة اللي شاركنا فيه جميعا حقيقة أسعدنا وخلانا جزء في قلب الحدث الناس تعبير، يعني كل ما شهدناه في وثيقة الرؤية اللي هي موجودة ومعلنة وأصبحت اليوم منشورة في يعني في الموقع الإلكتروني، قد يكون جميعنا أو جزء كبير منا ساهم في وضع لمسة من لمسات هذه الجزئية، وبالتالي بصماتنا جميعا موجودة. تبقى مسألية تطبيقها على الواقع بلا شك هو عمل تشاركي بين الحكومة وبين الشعب بمختلف أطيافه، ولكن اسمحي لي هنا في منهجيات إدارة التغيير هنالك عائق تمامي، يعني في منظمة اسمها بروساي، هذه المنظمة من أشهر منظمات إدارة التغيير على مستوى العالم، وتنشر تقرير سنوي وتقيس في أهم عوائق نجاح إدارة التغيير على مستوى العالم. العائق رقم واحد لسنوات متعددة على مستوى العالم، بقول بالإنجليزي ثم بترجم الجملة، هو lack of active and visible sponsorship، بمعنى غياب وجود قيادة للتغيير واضحة وفاعلة. أعتقد صاحب جلالة يعني سبحان الله لامس هذا تماما لما أصر أنه هي مسؤوليتنا جميعا ومتابعة شخصية مني. نعم. أنا أعتقد هذا فيه إشارة، أنا كشخص مهتم بهذا الجانب واختص في إدارة التغيير أقراها بشكل إيجابي جدا، لأنه قاعدين نلامس أهم عائق من عوائق إدارة التغيير، أن وجود قيادة فاعلة وهي موجودة في الميدان وهي تؤكد أن هذا مسؤوليتي إنجاح هذا الجسم. أنا أعتقد مؤشر إيجابي جدا، وحقيقة يعني في ارتياح كبير جدا أنه إحنا ماشيين نتقدم بثقة كما هو كان شعار المرحلة الماضية، وأيضا إن شاء الله عمان في مصاف الدول المتقدمة ماشي إلا بكل ثقة وبكل أريحة بإذن الله. وجلالته أعزها الله أيضا دكتور بث رسالة تفاؤل من خلال خطابه فيما يتعلق بالأزمات والتحديات هي فرصة للتقدم في مختلف القطاعات، كيف تقرأ أيضا هذا التوجه؟ لعله إذا رجعنا الأدبيات يعني كما يقال أنه بعض الإبداعات تأتي من رحم الأزمات. صحيح. وهذا يعني يمكن بدأنا ولمسنا كثير من الاختراعات، كثير من الإنجازات أتت في ظروف صعبة، لم تأتي في الظروف اللي نكون فيها احنا مرتاحين كثير. هذا جانب الإيجابي حقيقة، وهذا جانب إدارة الأزمة، لأنه في عز الأزمة نعم نتطرق لها
نعم نناقشها، نعم نضعها على طاولة النقاش والتحديات، ولكن في ذات الوقت نبث هذه الروح التفاؤل. صحيح. لأن نحن جميعا بحاجة إلى هكذا روح، وأنا أعتقد هي ليست حقيقة كلام إنشائي، لأن ما وجدناه من حراك على الأرض برنامج تمازن على سبيل المثال. نعم. وضع خارطة الطريق. صحيح. وإن كان بعض الأشياء لم نعتد عليها بعض الخطوات، ولكنها في نهاية المطاف يعني خطوات تسعى بشكل حثيث وواضح جدا وممنهج ومدروس إلى أنه ليس فقط يعني نتجاوز الأزمة، بل لا نعود أقوى. نعم. من ما سابقا. يعني دكتور، لو نسقط هذه الفلسفة أيضا على جائحة كورونا على سبيل المثال، رغم سلبيتها وبشاعتها إلا أنها فتحت آفاق كثيرة لمؤسسات عديدة استثمرت من هذا التحدي وتحولته إلى فرصة. صحيح، بلا شك. اليوم يعني مثل ما قلنا، جائحة كورونا وكوفيد 19 في البداية يعني خلقت لنا نوع من الإرباك حقيقة للجميع على مستوى مؤسسات وأفراد، ولكن يمكن طول الفترة جعلنا نستخدم الأدوات ونعيد توظيفها، نعيد التموضع إنجاز لنا التعبير بشكل أكثر أريحية. اليوم أنا أعتقد ما بعد هذا كثير من القطاعات لن تعود إلى سابقها. صحيح. وبالتالي هي فتحت آفاق كثيرة. نعم، هنالك بعض القطاعات تأثرت حكم أيضا يعني من قطاع إلى آخر، ولكن بشكل عام مرة أخرى فتحت آفاق لم تكن موجودة. صحيح. والتكاتف والتلاحم العماني دائما راسخ في مثل هذه الظروف. أشكرك على هذا الحضور دكتور مهند بداود العصفور، خبير موارد بشرية، عضو لجنة تنظيم سوق العمل بالغرفة. شكرا جزيلا. شكرا لكم للاستضافة، وشكرا لكم للتركيز وإثارة الموضوع على هذا الموضوع المهم والمحوري، وهو يبقى دائما وأبدا العنصر البشري هو الأساس. واجبنا. نتواصل معكم أيها الأحبة بكل محبة في التقرير القادم عن العيد الوطني 50، تفاصيل مختلفة تحت عنوان ياقة الذهب. نشاهد معكم.